نرى كثيرا من الناس اليوم يقعون في عجائب وما كأنهم قرأوا أبدا أن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه، وأن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أمرنا به حتى مع أعداء الله. وهل هناك أعداء من اليهود؟ لما جاءوا، الحديث عند مسلم، جاءوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: السام عليك يا محمد. السام الموت، يعني تظاهروا بأنهم يقولون السلام وهم يدخلون السم في العسل كما يقال، فقالوا: السام عليك يا محمد. سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وأدرك ما قالوه. سمعتهم أمنا عائشة رضي الله عنها فلم تتحمل، فقالت: عليكم السام واللعنة يا أبناء القردة والخنازير. تأملوا أيها الأخيار، ما قالته أمنا عائشة حق، نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها وقال: مه يا عائشة. قالت: يا رسول الله، أما سمعت ما قالوا؟ قال: أو ما سمعت ما قلت؟ قال لهم: وعليكم، وعليكم. قال لها: إنما يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. ثم قال قولة عظيمة يجب أن تكون قاعدة في التعامل بين الناس، قال: عليك بالرفق، فما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه.